Redouane, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de la collaboration ma Fodel qui va gérer, comment ça se passe? العلاقة ديالي مع فضيل بدات عن طريق دي زامي اون كومون اللي هما عزاز علينا وعندي فيهم ثقة كاملة، وانا دائما كنت فان ديال فضيل. كبرنا معاه بالموسيقى ديالو وديك الشيء ديالو هذا، فلهذا بالنسبة لي كان شرف نتلاقى فضيل ونتعرف عليه، وكان احساس متبادل لان حتى هو كان عجبو هذاك الشيء كامل. هو فهذا تلاقينا في رمضان، جا فطر معايا، هذه عامين دابا جا فطر معايا ومع عائلتي وداك الشيء، والشيمي ديالنا كيفاش شوي كانت دغيا سهله بطريقه، لان مع عائلتي كان مع ماما واخواتي وكل شيء حسينا بحال شي انسان كنعرفو هذه مده. فلهذا مشات العلاقه مزيان، ومن بعد مشينا للموسيقى الفن، المهم داك الشيء اللي خدامين حنا في الميدان ديالنا. بدينا قلنا اوكي اون كومونس افيك اون شانسون، ايوا والحمد لله ملي خدمنا حسيت بان كاين شي حاجه مزيانه تما، كاين هذه ماشي غير اون شانسون، هذه دي شانسون، هذه بوتيتر ان البوم و اون ريلاسيون تكون اكثر من نورمال، فهمتي؟ فهذا دابا اصبحنا صراحه بحال شي انسان من العائله ديالي، وانا فرحان اني تعرفت عليه وان عملنا هذه الخدمه. ومي كتكون كيمس شوي مزيانه حتى لا ميوزيك كتكون مزيانه. سي سيغ. دابا ندوزو للدارجه دوطخ كيستيون. عطينا مثلا شي نصيحه اللي عطاتها لك الزوجه ديالك واللي فاتتك في المسيره ديالك. صراحة الزوجة ديالي دائما عليا بالنصائح. لا صراحة لا، الشيء كيوقع هو ملي كتكون عندك زوجة مزيانة كتكون كتعطيك ليكيليب، وبعض المرات كتقدر هذا. أنا فيري كريتيف، أنا عندي كرياتيفيتي وكنفكر وكنتكسيتا بعض الحاجات، وبعض المرات ملي كنقول انا ماشي مسائل وهي كتقول اجي واحد المره فهمتي جايه وقع عملتي هذه تقدر تعطيك واحد البالانس فهمتيني، which is good، اللي هي مهمه في الحاله ديال الانسان الفنان ولا الانسان اي انسان بروفيسيونيل في شي ميدان، يكون عنده شي واحد اللي كي يعطيلو ليكيليب فهمتيني. فهذه بالنسبه لي المره ديالي دائما شجعتني على بزاف الحاجات، واحده منهم وان ما استسلمتش في واحد اللحظه اللي كنت غنستسلم، هذه واحد 10 سنين او شي حاجه كنت غنستسلم، ويشجعني باش ما نستسلمش. الحمد لله ربي وفق هذاك الدعم ديالو. الحمد لله. جو بونس غادي نهضر لك على هذه النقطة أنيس ديال ما تستسلمش، وهي أنت شي لحظات اللي صعاب في الحياة ديالك في البدايات ديالك، اللي تقريبا ما كان عندك حتى ريال، ما كانوش عندك الفلوس، وضربتي وتقاتلتي، ودابا تبارك الله ستار انترناسيونال، ستار كلشي كيعرفك. واش الناس اللي دازوا من هذه المراحل وهذه الظروف كيعرفوا القيمة ديال الفلوس من بعد؟ واه مهم بزاف الناس، داكشي عنده علاقة بالتربية الأولى، كاين بزاف الناس دوزو ظروف قاسية ولكن لا باز ما كانتش قوية، اون فوا الفلوس جا والسكسي كيحماقو وكيرجعو يعملو شي مسائل ولا كيرجعو اللي باش بداو فهمتي. فلهذا هاديك القضية هادي ماشي 100% صحيحة، أن الإنسان اللي داز من ظروف قاسية كيعرف القيمة. كما قلت عندها علاقه بالتربيه وعندها علاقه بالمبادئ ولا فامي وكيفاش كبرتي. في الحاله ديالي الحمد لله انا المهم السكسي وداك الشيء ما حمقنيش كنظن كنظن زعما هذا، ولكن الحمد لله انا حامد الله على كل شيء اللي ربي عطاني، ولي ولادي على مرتي على عائلتي على كل شيء اللي عطاني ربي، انا حامد الله 100%. مؤخرا جبتي بزاف ديال لي ستار، بزاف ديال المؤثرين لي انفلونسور لمراكش، فوقاش غادي يخرج هذاك البروجي، ودابا تبارك الله عليك وليتي خدام بزاف في السياحه، نشوفك انت سفير ديال السياحه ولا علاش لا وزير السياحه؟ لا لا انا ماشي سفير السياحه وماشي وزير وما خدت ندي بلاصه حتى شي واحد. انا صراحه هاد الفكره هذه ديال لي بلوغر او لي انفلونسور جات ان كنت انا عامل الكليب ديالي وبغيت نعرضهم يجيو يشوفوا المغرب، واذا بغاو قلت لهم زعما الا بغيتو تجيو للكليب مرحبا، ما بغيتوش تشاركوا في الكليب اجيو غير شوفوا بلادي. وعجبتهم هذه الفكره والحمد لله كنا عوالين على 25 واحد، من بعد جات 95 واحد ولا 105 الناس جاو بلي جونا ديال كل شيء، جاو عجبهم المغرب بزاف بزاف بزاف. الفكره كانت انه هو البروموسيون للمغرب، وباش نوضح الحاجه ان لاغام عاونتنا بزاف، عاونتنا بزاف داكشي ما كيتصورش بلي بيي وداكشي، و لو ان ام تي عاونونا حتى هما بزاف، لوجمون فهمت
يعتنوا بالانفلونسور بلي زوتيل و بهذاك لا شنو يعملوا هنا اللوجيستيك اللي شي كامل فهي زعما كانت مساعده من بزاف الناس وهذا ومساعدتنا عاود حتى انا ساعات ماديا وشخصيا وداكشي هادشي اللي بدات هكذا بدات انا خصني يجي يشوف المغرب ويبروموتيو المغرب ديالنا لان كندير المغرب الحمد لله عجبهم المغرب بزاف زعما حماق والله العظيم لا رياكسيون كانتهم وصراحه هذوك البلوغور ما تقدرش تخلصهم ويعملوا كل حاجه لانك يحسوا براسهم بحال اللي كيبيعوا راسهم فهمتي فلهذا اذا عجبهم الكونتوني ولا عجبهم اللوكيشن عجبتهم هما غادي يبلوغيو لانك هذيك بحال المصلحه ديالهم ومن جاو المغرب الاركيتكتور والناس والماكله وهذه التقاليد ديالنا حمقاتهم ها اللي خصو يتصور مع جماعه اللي خصو هي اتاي بحال ديك لي صور ديال اتاي ديال اماندا اماندا هي لاك شي وان اوف ذا بيجست ان ذا وورلد فهمتيني اماندا سليبا كنظن والله ما عارف صراحه ما عمري تختي تمام ما عمري تخلط الشخصيه ديالها ولكن عجبوك داكشي كامل ان ملي كيفيقوا هما كيمثلوا دي سكيتس مون دوني سكيتس باش من المغرب وكيبروموتيو المغرب انديريكتومون ماشي زعما ان كيبغيو يبقاو بروموتيو المغرب ولكن عجبهم ديك الكونتينات اللي كتجي الناس العالم خصهم يشوفوا وهذا هو الاحساس اللي انا بديت به هو كنقول المغرب ديالي كما كيجي من بعد كنقول عيب الله الناس خصهم يشوفوا هادشي واحسن طريقه في هذا الوقت هذا هو الانستغرام السوشيال ميديا ماشي تخلص عليها ولكن تجيب الناس يشوفوا يحسوا بداك الشيء ويعملوه هما راسهم لان هاد الانفلونسر ديال الوقت هذا فري كيحسوا اللي بغاو يعملوه يعملوه فهذا اللي عرضتهم المغرب هضر بلا ما يهضر مانيفيك شنو كيعني لك البوز ريدوان البوز ريدوان لا البوز دابا شنو كيعني لك انت شنو هو البوز بالنسبه لك البوز هو واحد هي ما جيب الباز هي بحال ديك الصداع الصغير هذا ولكن البوز بالنسبه لي هو كتكري دي سيتوياسيون اللي الناس غادي يكون اون رياكسيون من شي حاجه شي ميساج اللي خصك توصلو ولا شي كونتوني اللي خصك توصلو لهم فلهذا البوز تقدر بحال اللي كنقول تقدر تشريه ولكن ما عمره غيكون بحال بوز ناتشورال هادشي اللي كيكون هو كونتوني قوي اللي كيجي على الناس يقولوا او ماي جاد كيحسوا ان هما بحال اللي غيستعملوك باش غادي تزيد لهم شي حاجه ليهم فهمتيني فلهذا هاد كيما نقول هاد لي انفلونسور لي بلوغور الا كان كونتوني زوين هما يكتبوا شي يزيد يعطيو كونتوني شي حاجه اللي من عندهم مزيانه دو كاليتي فلهذا هادي هي البوز بالنسبه لي اخر سؤال كتبوستي مؤخرا بعد المرات تصاور ديال الحجام ديالك ديال الحسانه ديال الشعر كلمه على هذه القضيه لا الحجام صراحه انا اي حاجه كتعجبني كنبغي بروموطيها ولاد البلاد بعدا فلي هذيك الحجام مغربي عجبني بزاف مراكش بصح عند الطالون وي وبوستيت قلت هذا الناس تسمع في هذا الانسان هذا لانه مزيان الانسان خصو يفيد الناس باي حاجه اللي هي بوزيتيف بارك الله عليكم مدي ان تي في انا كنتفرج فيكم كتعجبوني دائما وبرافو على الخدمه اللي كديروا وان لاف تابعوا جينيراسيون نيوز كل سيمانه